يعني نرمين بسلوك بسيط وعادات بسيطه ويوميه ممكن تتحول مع الوقت لشيء صحي ممكن انه تحمينا وتحمي اطفالنا. قواعد تربويه ايضا بسيطه ممكن تقدر خلال الام بانه ترسخ اسلوب حياه صحيه عن طفله وعندها لتقدر تتعامل معه. شو الخطوات اللي ممكن تساعد الام انه تحقق هذا الهدف مع الاجراءات الاحترازيه للتصدي لكورونا لفيروس كورونا الرهيب يعني هذا الفيروس، كيف ممكن نخلق عند الطفل الوعي بعيد انه عن الخوف انه يرعبه لانه الطفل ما راح يستوعب المعلومه مثل ما نحن حنعرف تفاصيلها. هدول التفاصيل رح نتعرف اكثر عليهم مع ضيفتنا اللي بالاستوديو الاستشاريه الاسريه رهف تسابحجي. يسعد صباحك. صباح الخير يا هلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح النور يا هلا. يعني دائما لما نحكي عن السلوكيات يلي لازم نغرسها بالطفل وخصوصا بالسنوات الاولى هي كثير العادات الصحيه، خلينا نحكي عن ابرز المفاهيم والعادات الصحيه يلي لازم نغرسها بالسنوات الاولى من عمر الطفل. هلا اليوم رح نحكي باربع خطوات أو خلينا نقول أربع محاور الأهل فيهم يساعدوا كثير الأطفال لحتى يتعودوا على عادات وسلوكيات النظافة الشخصية ويصيروا يعرفوا إنه شو الأثر البعيد تبعه وشو لازم يساووا خطوة بخطوة. أول فكرة أو أول محور هو إنه لازم يكون في التعليم أو تقنيات التعليم بالقدوة، فأهم شيء إنه الأهل يكونوا هن قدوة. ثاني واحد هو التعليم بالمشاركة، يعني إنه الأم أو الأهل يعملوا يعني مثل برنامج يومي للطفل لحتى يساعد بالتنظيف، يساعد في الإجراءات اليومية تبع البيت. ثالث وحدة هي التعليم من خلال الألعاب ومن خلال الفيديوهات. ورابع شيء هي القصص، وأفضل شيء هي قصص ما قبل النوم. خلينا نبلش فيهم وحدة وحدة. هلا اول شيء كيف بدهم يتعلموا بالقدوه، تقنيات التعليم بالقدوه. طبعا نحن مثل ما بنعرف انه القدوه الاطفال دائما بشوفوا اهلهم شو عم يساووا شو عم يعملوا وبيقلدوهم، ابدا بصيروا يعني نسخه طبق الاصل عنهم. حتى وقت كثير الاهل بيتفاجئوا انه معقول من وين تعلموا هالعادات يعني، فبيرجع لورا. اوقات في شغلات هيك مرقوها يعني الاهل، اوقات هي بشغله باللاوعي مو حاسين عليها ف الطفل دغري لقطة. وحتى يعني وقت ما بيكون صغير اوقات كثير نحن بنقول لساته طفل لساته ما بينتبه، لا، من اول ما بيولد ببلش الولد بيخزن وبتلاقي بعد فتره طلع كل الاشياء اللي هو خزنها. طيب نبلش شغله شغله، كثير مهم غسيل الايدين طبعا. انه لازم اي شيء مثلا لما بتوسخوا الايدين قبل الاكل، لما الواحد بفوت على الحمام، كثير مهم انه يكون في تغسيل الايدين بشكل صح. هلا طبعا كمان ننتبه انه نبتعد عن الوسوسه، اوقات في امهات بتصير عندها حاله وسواس صح، فهون تنتقل دغري للطفل، فنحن كمان ننتبه لهذا الموضوع. طبعا اوقات كثير كمان في اهل مثلا ما بيكونوا اطفال صغار انه هسه ما دقر بشيء ما عمل بشيء، لا، الافضل انه نحن دائما نعوده على هذا الشيء. هذا بصير خلص سلوك دائم عنده بيتعود عليه. كمان في كثير تقنيات ممكن يستخدموها يلي هي كمان فرشاه اسنان. فرشاه اسنان كثير كثير مهمه لانه حتى الاطفال لما بيكونوا صغار بدنا كمان بسوس اسنانه صحيح. فلما بتصير عاده عند الطفل من خلال تمرين من خلال لعبه، حتى وقت ما بيكون بيبي في فراش اسنان بتنحط بالاصبع وبيبلشوا قبل ما يطلعوا الاسنان بيقولوا نطفوا النيره تبعه. فهون لما الام بتبلش بتوعى وبتبلش بتقرا وبتبلش بتتثقف فبصير بتنتبه لكثير سلوكيات هي لازم تعودوا اياها. يعني احنا ما بدنا نشتغل خلص يعني بيربى مثل ما ربيوا هالعالم كلها، لا، تقوى مناعته اذا توسخ هي العاده اللي بتقول. هلا مشان تقوى مناعته طبعا في شغلات انه ما نصير بحاله تماما. وسوسه يعني، بس لكن في اجراءات معينه لما بيكون الولد متعود عليها مثل هيك ظروف خلص اوتوماتيك عادي عنده، فما بلاقيها انه شغله غريبه او بده يبلش يتعود من اول وجديد. تخيلوا انه في كثير اشخاص لهلا انا بستغرب انه هن كبار واعيين ولما بيعطسوا تلاقيهم لا بيحطوا محرمه او بيعطسوا بايدهم. طب ماشي انت في جراثيم هون طلعت من انفك. انا ما معي مرض ما معي شيء. طب هي ما دخل الموضوع حتى السعله. فنحن لما نعود الولد دغري انت لازم دائما يكون معك محرمه بجيبتك صحيح، ما يطلع من البيت غير معك محارم
شوفي معه محرمة، حاطط بجيبته محرمة، فهذا الشيء بصير خلص أوتوماتيكلي قبل ما يطلع من البيت لازم يكون معه محرمة. أوقات كتير ممكن حتى نستخدم المناديل القماش كمان، يعني في بعض الأوقات مثلا الواحد إن كان نشف فيهم أو مثلا حتى إذا بده يسعل فيهم ممكن ينغلوا أو ينكبوا بعد تمام الاستخدام. تمام هدول بينغسلوا، فكمان الطفل بيحب هدول الأشياء أو بشكيره الصغير، فكتير لما نحن بنتعود على هذا الموضوع فتلاقي الطفل بلش ياخذها كسلوك. هلا الشغلات كمان الثانيه اللي بدنا نحكي عليها انه كيف بيتعلم الطفل بتقنيات التعليم باللعب. هلا اللعب الطفل عنده كل شيء بياخده بحب انه يكون في لعبه، تمام، يكون في تسليه، يكون في شيء انه نحن ما بنحسن نعطيها بطريقه مجرده او بطريقه علميه بحته، فنحن لا لما بسط له اياها بدنا نلعب بالشكل تبعها، بدنا نقرب له اياها الفكره بطريقه كثير 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 مبسطه. فهون بقى بتجي بقى دور كيف الام بقى بتطلع بتصير مخترعه وبتصير مبدعه بهذا الموضوع. صحيح. كيف بتقرا عن هذا الموضوع. اوقات كثير بالمدرسه بيشتغلوا على هي القصص تبع انه كيف بيساووا فرشايه اسنان، كيف بيساووا شغلات من اشكال، هي احد الشغلات اللي ممكن يساووها، ممكن تبع الرسم التلوين. هلا في شغلات في لعبه كثير حلوه انه البودره، فبتحط الام مثل بودره بس بتخلي اول شيء انه نعمل مثل لعبه انه خلي الطفل انه هو عطس او سعل، فبتحط له بعدين بودره تكون بودره القماعه او اي شيء انه يبين على الايد انه يبين انه هو في شيء على ايده انه توسخت ايده، ببلش بقى بيروح بيمسك الاشياء، فلما هو بيمسك اي شيء بيمسك ايد الباب فبتلاقيه انه صار عليها هاي البودره، فبلش بشوف اوكي هلا بقى صرت افهم الطفل هيك بيفهم. أو إنه حتى يمكن رهف كثير شفنا بفيديوز على وسائل التواصل الاجتماعي بدها تعلم الام ابنها يغسل ايده خصوصا بوقت الكورونا، فكانت تحط مي وتحط في الفول بعدين بطرف اصبعت ايده تحط له صابون يحط ايده يشوف كيف تمام في الفول عم بيروح. فكثير حسيتها وسيله مقنعه لكثير من الاطفال. صحيح اي شيء حتى يكون ملونات حبر اي شيء انه بس يشوف الولد انه ايه في شيء نحط على ايده، لانه لازم كثير نحن نستخدم الحواس كلها، انه لما بيستخدم الطفل يشوف انه ايدي شلون توسخت بلشت غسلها انه كيف بلش يروح، وحتى مثلا اذا الوان كيف الالوان عم تنزل، هيك الجراثيم بتنزل هيك الفيروس، يعني بطريقه محببه. رهف ممكن نحن نوصل للطفل اي فكره، وحضرتك عم تقولي افكار يعني كمان هي تكون مسليه للطفل بنفس الوقت وتعليميه. خلينا ننتقل للموضوع او اللي عم نمر فيه حاليا، او مو بس نحن، الموضوع هو على كل العالم، ولكن يمكن عم نشوف احيانا من الاهل مثل ما حكيتي ما راح نقول الا توعي، كلنا واعيين ولكن شوي استخفاف كان بالموضوع. اول ما صار عطله الاهل طلعوا اولادهم استخفوا شوي بالموضوع، حتى الاولاد ما بيعرفوا غير ليش انتم طالعين، لانه في كورونا اكيد ما نعيد، هو فيروس، هو بيتطلب انه نحن شوي نمسك اولادنا نقول لهم شو هذا الكورونا، هذا فيروس مثله مثل الجريب بس هذا قوي، بيجي بتمرضوا بتقعدوا بالبيت ما بقى فيكم تلعبوا ما بقى فيكم تعملوا شيء، حتى الاكلات الطيبه اللي بتحبوها ما بقى بتقدروا تاكلوها. فقديش مهم انه نحن نعطي هذه الفكره لاطفالنا بطريقه شوي يعني نعتبرهم انه هن حدا حيفهم علينا. صحيح. مو كورونا، في كورونا يلا احملوا حالكم وامشوا اطلعوا. شفنا فيديوهات كثير مستفزه كانت مزبوط. يعني مزبوط. للاطفال انه ليش طالعين البيت لانه في كورونا. صحيح في كثير كان قلة وعي من عدد من الاهالي، وبالمقابل في اشخاص لا كانوا منتبهين وعم ياخذوا الاجراءات الوقائيه. لهيك في خلينا نحكي على اذا بتذكروا كان في برنامج اسمه كان يا مكان الحياه، كانوا يشبهوا كثير تبع انه جسم الانسان هو مثل كاريكاتيرز وشغلات والاكسجين والفيروسات. فانا امبارح حطيت على صفحتي على الفيسبوك حطيت مقطع من يلي تبع الفيروسات، فعن جد بيصور لك انه كيف شو الفرق بين الجرثومه والفيروس، يعني هي كمان كثير يعني مهمه انه شو الفرق بين الفيروس شو الفرق بين الجراثيم، بطريقه كثير محببه بطريقه سلسه ما بتخوف، لكن بلش بنفهم اذا فات هيك الفيروس فشكله انه هو بفوت على الخلايا وبفجر الخلايا وبيعمل وبيساوي، بس كيف نحن جهازنا المناعي القوي هو اللي بيقضي عليها، فنحن بقى بنبلش بقى بنلعب على هذا الوتر
انه نحن كيف لازم نخلي هذا الجهاز المناعي اللي هو مثل البوليس مثل الشرطه هي اللي حتدافع عن جسمنا. شوفوا هدول اللمفيات التائيه، هدول البالعات الكبيره، هدول. فبلش الاهل يعني بعد ما بشوفوا الفيديو بحطوه بشير تفصيل. لما الام بتبلش بتفصل يعني ما نفكر انه خلص نحن حطينا الولد على التي في وخلص او على ارجيناه الفيديو خلص خلص شاف الفيديو. طب اوكي نحن ما بدنا نوصل له معلومه نشرح له اياها ننقل له كل فكره شو عم يصير. هلا اول شيء بنعطيه حاله المتعه انه يعيشها، بعدين نرجع اوقات كثير بنستخدم اساليب انه نحن نساله. الاطفال عندهم اجوبه كثير كثير يعني رائعه، واوقات بيجاوبوك سؤال يعني على الجواب تتفاجئي فيه انه عن جد اي والله معقول، يعني ممكن يكون فني كثير ومضحك يعني. فهون بقى بنبلش بقى بصير في اخذ وعطاء، بلش بقى نحن بلش دورنا كيف نحكي الاجراءات الوقائيه. عرفتوا ليش نحن لازم نغسل؟ عرفتوا ليش لازم شلون حتى بتفوت عن طريق التنفس بدون بالهواء ممكن تجي؟ حتى في كان مقطع تبع واحد عم يدخن انه لما هو عم يدخن وسال ودغري كان الشخص قدامه وما في مسافه كثير قليله شلون فاتوا الفيروسات لقلب جسمه بقلب الجهاز التنفسي، وشلون انه اجوا حتى الاجهزه المناعيه ما حسنوا يدافعوا لانه هن كثير تعبانين من خلال الدخان. فهي الفكره ببلش بتحط بتزرع. هون بقى نحن بدنا نزرع، يعني نحن كمان في شغله لو بهي الفتره مو بس نحن بس مثل نعطي معلومات وخلص، نحن بدنا نرسخ، نحن بدنا نزرع، نحن بدنا نشتغل على المدى البعيد، يعني ما نقول انه نحن بس عم نربي اولادنا او عم نعلمهم على اساس بس هلا هي هالفتره. هي القصه دائما الاجراءات الوقائيه والنظافه الشخصيه هي قصه كثير مستمره واسلوب حياه لازم يكون اسلوب حياه صحيح. بالاحرى صحيح. كمان رهف عم نشوف كثير فيديوز على مواقع التواصل الاجتماعي لاطفال كثير عم بخافوا من موضوع الكورونا، مثلا حدا امه او حدا بده يبوسه او يلمسه بصير بيصرخ وبيبعد انه بيقول لا كورونا. نحن بدنا نوعي بس مو اكيد لنوصل لدرجه الخوف ولا هلع. كيف نحن ممكن نوعي هدول الاطفال بموضوع الكورونا واكيد ما نزرع الخوف لهالدرجه فيهم؟ صحيح قصه الخوف كثير يعني هلا بجد في اشخاص يعني العالم صاروا نصين، نص انه خايفين كثير 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 بشكل كثير فظيع، والثاني انه يعني بالعكس كثير صار في استهتار عادي ما لهم كثير مهتمين بهذا الموضوع. هذا الشيء بقى بيخليهم انه مثل ما قلتي هدول الاطفال يلي هن كثير بخافوا. هون بقى بتعود للاهل انه احنا لا تعالوا لكم احنا في شيء بس كيف نحن خلص اذا نحن اخذنا الاجراءات الوقائيه خلص ان شاء الله باذن الله كل امورنا حتكون تمام. فخلص يعني وبعدين نحن خلص متى قوينا جهازنا المناعي، وكثير مهم انه نقوي جهازنا المناعي جسديا ونفسيا. نعم القصه النفسيه اللي كثير من الاشخاص عم تتهامل فيها اللي هي انه لما الانسان بيتوتر بيفرز النور ادرينالين فجسمه خلينا نشوفه كانه بصير بحاله حرب، فاجهزة المناعة بتصير انه هي ملخبطة بتصير ما عارفان شو عم تعمل، بتصير خلص متجهة لمكان معين انه نحن في عنا خطر. فبصيروا الفيروسات مثل تبع افلام كرتون بحطوهم تبع انه بيمروا هيك فانه بدون ما حدا يشوفهم ببلشوا بقى بيتكاثروا. انه عن جد هيك انه الفيروس ممكن كتير يضل بقلب الجسم يكون نايم وبعدين لفترة طويلة طول ما الجهاز المناعي هو صحيان قوي فخلص ما بيقربوا ما بيسترجوا. كثير حلو هذا الحكي رهف. عفوا يعني دائما يلي الام يلي هيك بتقدر تحتوي الاولاد بطريقه وخاصه هلا فرصه لانه تقعد معهم في عطله فيقعدوا بالبيت يتناقشوا ويتبادلوا افكار. بدنا نتشكرك كثير على هدول الخطوات اللي حكيت لنا اياها، بدنا نتشكر وجودك معنا ايضا وان شاء الله يا رب هيك مشاهدينا يكونوا قدروا استفادوا. لكن قبل ما نتشكرك نصائح اخيره لكل ام عم تحضرنا وايضا الابهات هلا قاعدين بالبيت فيعني صار اول شغله انه هن يكونوا مبدعين ونسبه التوتر طبعا تنخفض ويرفعوا نسبه الوعي، هي اكثر شغله، ويستخدموا كمان القصص لكن بطريقه حلوه، بطريقه مو انه خوف لا بالعكس انه اذا نحن عملنا هيك كيف نحن حنحافظ على حالنا. نعم.
نعم، يعني رهف معلومات كثير اخذناها منك لتوعيه اليوم الامهات للتعامل مع اطفالهم ضد فيروس كورونا. اهم شيء نتعامل مع الموضوع انه هو كثير جدي، ما في ما انه لعبه ابدا. صحيح. والالتزام بالبيت. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم.